هما عاملين ايه النهارده يا اخباركم؟ داخله غبيه يسكر. عايز اقول لكم عاملين ايه النهارده يا اخباركم قبل الفيديو. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا كده هوريكم حاجه. بما ان الكريسماس قرب بس انا استغبيت في حاجه، ان انا علقت الزينه قبل الكريسماس. علقت الزينه قبل الكريسماس. المهم يعني فكوكوا بقى عامل الكلام ده كله. شايفين ده؟ بصوا كده الخط جميل قوي ده. دي بالنسبه لكم هتبقى ايه؟ اكتبوا لي في ثلاثة. لكن دي تتقري من هنا 20 21 لغاية. شايفين الزينة كلها؟ بصوا يا جماعة انا مش عارف اشقلب لكم الكاميرا ازاي. غالبا في نور لازم يتقفل. النور ده هيتقفل. شايفين كده؟ ايوة مش عارف اجيبها لكم بالظبط. ايوة اهي شايفين. فهو ده الحوار بالظبط. شفتوا بقى بابا نويل ده؟ احلى بابا نويل. شفتوا بابا نويل؟ بابي نويل ده كمان. يوب ازيك يا عمو؟ عامل ايه؟ او مستر يا رجاله. بصوا بقى كده هقفل النور كله. بصوا شايفين السقف بينور ازاي؟ وشايفين هنا بينور ازاي؟ ودي بالونة بتنور من ضمن اللي بينوروا. شايفين كله؟ اولع ده كمان. ماشيش فرقة. المهم دي كلها بلالين بتنور عامة. والله كانوا زيادة. كلها دي بلالين بتنور. جد يعني انا خدت يعني وقت عشان يعني مش وقت كبير. هو دي انا اول ما عملت اللي هي الزينة الزرقاء دي كده، اول ما عملت كده 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 مش عارف اظبط ايدي في الكاميرا. فاقوم عملت ايدي كده فده اللي حصل. دي بقى انا معلقها كانها 3D. لكن دي اصلها من عربيه بالموت، كانت معايا زمان. خدت العلبه بتاعتها وظبطتها. وهي دي الزينه. مكتوبوا لي في التعليقات حلوه ولا وحشه، بس بجد يعني كله تحفه. العلقات دي عملتها كده. دي لقيت دي لقيت عملتها كده، رحت كملت في الحمراء وبقى شكلها زي الحمراء دي. كانت كامله الحمراء دي كلها كانت كامله، بس انا قصيتها نصين وخليت حته عند بابا نويل ده وعند حته عند بابا نويل ده. هو ده بالظبط. المهم يعني يا ريت الفيديو ده يوصل 10 لايكات. 10 لايكات وهتفرحوني قوي والله قوي والله. بصوا كده بصوا بصوا كده. بيت حيوانه حيوانه تعالي هنا تعالي هنا. بصوا كده مش عارف اظبطها لكم. حلو قوي كده. بقول لك ايه، دوس لايك دوس لايك دوس دوس دوس. لو فيديو حلو دوس لايك وسبسكرايب واشتراك في القناه وتابعني على طول، عشان انت هيفوتك حاجات كتير قوي لو ما وصلتنيش ل 50 مشترك قريب. ماشي، ده كان فيديو النهارده. سلام.